السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع أسعار الدولار اليوم، سجل البنك الأهلي المصري 24 جنيه و61 للشراء، 24 جنيه و66 للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع. أما بنك مصر 24 جنيه و59 للشراء، 24 جنيه و64 للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. بنك اسكندرية 24 جنيه و65 للشراء، 24 جنيه و70 قرش للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. أما بنك القاهرة سجل 24 جنيه و63 للشراء، 24 جنيه و70 قرش للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع. البنك التجاري الدولي 24 جنيه و65 للشراء، 24 جنيه و72، وصل 72 يا جماعة، 24 جنيه و72 للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. بنك قناة السويس 24 جنيه و58 للشراء، 24 جنيه و68 للبيع. بنك كريدي اجريكول 24 جنيه و60 للشراء، 24 جنيه و70 للبيع، بزيادة قرشين للشراء وللبيع أيضا. مصرف أبو ظبي الإسلامي 24 جنيه و69 للشراء، 24 جنيه و72 للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع. بنك البركة 24 جنيه و58 للشراء، 24 جنيه و68 للبيع. بنك التعمير والإسكان 24 جنيه و65 للشراء، 24 جنيه و70 للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. طبعا دي الأسعار يا جماعة من البنوك المصرية. أتمنى لكم التوفيق. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ويعلم على علامة الكل ليصل وكل جديد في معاده بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.